طب ايه اللي حصل ما بين 20 و28؟ From you stand up, how many guys from you make the question? What happened to Rafat from 20 to 28? Please. مين فيكم اللي قال اللي جه او حط سؤال قال ايه اللي حصل لرفعت من 20 لحد 28؟ Great player. لاعب رائع. But how one player that 20 years old Bob Bradley called him to the national team and disappeared from 20 to 28? فاهم. Build a champion's mentality, build a winning mentality. إن إحنا نقدر نخلق عقلية بطل وكذلك عقلية تسعى دائما للفوز. Because in March, لأن في مارس, we play the World Cup final for Egypt. هنلعب إن شاء الله المباراة النهائية لكأس العالم لمصر. I only have 4 days to prepare the team to play the World Cup final. وين وده اللي بيقول لك أنا معايا بس فقط 4 أيام من أجل إعداد الفريق من أجل هذه المباراة النهائي لتأهل كأس العالم. With all respect to the coach. أنا كمدرب لا أحترم. Egypt, a great history in African Cup of Nations. المدرب يقول أنا كمدرب أحترم جدا التاريخ القوي لمصر في أمم أفريقيا. We need to play to honor that history. وطبعا لازم نلعب من أجل أن نفخر بهذا التاريخ المصري. But with all respect, our goal it is the World Cup final in March. ولكن برضو احنا لابد ان نحترم الهدف بتاعنا وهو ان احنا النهائي لكأس العالم. I did not put African Cup of Nations or World Cup final for Egypt. It was not me. المدرب بيقول انا مش انا اللي حطيت ان اهم حاجه يكون كأس افريقيا او المباراه النهائيه بكأس العالم. The World Cup final in March, it is the most important competition for Egypt, for me. And I think the majority of Egyptians. أهم شيء بالنسبة للمدرب وبالنسبة لأكثر شيء من الجمهور المصري هو المباراة النهائية والتأهل لكأس العالم. It's so important that you see FIFA put World Cup clubs competition in the middle of African Cup of Nations, not in the middle of March game. يعني يمكن واضح برضو حتى إن هم الفيفا وضعت كأس العالم للأندية مع الأمم الأفريقية وليس مع المباريات المؤهلة لكأس العالم. It's clear the most important competition for Egypt it is the World Cup final in March. ولكن بيقول دلوقتي واضح جدا إن أهم منافسة وأهم شيء بالنسبة للمنتخب المصري هي المباراة النهائية. تغيير ما النقطه بتاع تغيير مراكز اللعيبه تغيير مراكز اللعيبه انا بس يعني نزول على رابط مستر كابتن سكروش يعني بس اوف ذا ليج نيد تو ريسبكت ذا ليج اند ذا كلوب ولكن برضه احنا معانا الدوري واحنا لازم نحترم الدوري بالنسبه للانديه سو اي كام هير از ا كوتش فالمدرب بيقول انا جيت هنا كمدرب انا اي ميك ا كونتراكت از ا كوتش وعملت العقد كمدرب But now President Ahmed, I'm asking me to make a magic work. So I should increase my salary because I come as a coach. Now I'm working as a magician. But the manager said that he asked me to do something magical. But he said that I'm coming as a coach. Watch the players. And some players, I met him in the airport to shake hands. Yeah. So, I never worked one day with them in the national team. I just met them in the airport. Let's go to Arab Cup. المدرب يقول يمكن يعني في لاعبين كانوا موجودين المدرب يمكن ما اشتغلش معاهم قبل كده وكان أول مرة إن هو يقابلهم في المطار يسلم عليهم وإن هو ياخدهم من أجل إن هم يشاركوا. Now I'm trying another job to be a magician. دلوقتي أنا كنت ممكن ببتدي وظيفة جديدة إن أنا أبقى ساحر. And you know what? I feel well. وأقول لك عارف إيه اللي حصل أنا يمكن كنت مبسوط. Because we did a great job. لأن أدينا we did a great job. لأن أدينا أداء كويس جدا وعملنا هنا نتيجة كويسة جدا. Before we went, excuse me gentlemen, or talk or they talk. بعد ذوق يا جماعة المدرب بيقول يا إما يتكلم يا إما We did a great job, look. We make a selection. Pyramid suddenly cannot go to Arab Cup. المدرب بيقول يعني ان احنا عملنا الاختيارات ويمكن كان في بيراميد ما ينفعش ان هو يروح لكأس العالم. Did I make that decision to put